تروح عند اسلام، ادي اسلام فتحي يلعب الكره بوش القدم الخارجي، تروح على طول عند شلاطه، ادي شلاطه فرصه الجول الثالث، هوبا شلاطه 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 شلاطه، ادي شلاطه شوكولاته ينزل يسجل هدفين. اوعى تقلع التيشيرت يا شلاطه، المره دي هتاخد الكارت الاحمر. بص محمد معروف بيبص له، وشلاطه المره دي ما قلعش التيشيرت، والهدف الثالث لنادي الترسانه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا شلاطه، ارقص براحتك، غني براحتك، لف براحتك، اعمل كل اللي انت عايزه يا شلاطه. ينزل في احداث الشوط الثاني يسجل هدفين، وادي الراس المكسيكية التانية عند خطر وعند مسعد، لكن الباص اللي كان موجود عند البديل وهو إسلام فتحي. بص الكرة عند إسلام اللي وقع فيها المدافع اللي وقع على الأرض، هو كان رمضان اختل توازنه، لكن بص بطن القدم يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بطن قدم لاعب كبير وهو ميدو شلاطة اللي قلت لحضراتكم قادم من برها. بص بطن القدم في الزاوية البعيدة، ويسجل ويسدد ويتقدم بالجول الثالث للشواكيش.